افتتحت دورة تاسعة لمهرجان الأسكندرية للفيلم القصير بمسرح سيد درويش أوبرا الأسكندرية، ذلك بمشاركة 80 فيلم قصير من 46 دولة مشاركة. ويواصل المهرجان فعالياته وعروض الأفلام المشاركة في سينما مترو ومركز الحرية للإبداع وقصر ثقافة الأنفوشي، وتتنافس الأفلام في 5 مسابقات. مهرجان اسكندريه للفيلم القصير من المهرجانات اللي انا بعتز بها شخصيا وبعتز بالتواجد فيها كل سنه. مهرجان شفته بيكبر من الدوره الاولى، عملوا شباب واعد من شباب السينمائيين في الاسكندريه، ما اكتفوش ان هم يعملوا حاجه بسيطه او حاجه مشرفه، لا، المهرجان بيكبر وبيتحول لمهرجان دولي بشكل حقيقي مع الوقت. المهرجان كل مدى كل ما بيكبر، واحنا فخورين جدا بيه. تبع المهرجان من لما كان في تقريبا في بداياته خالص، وكل مدى ما بشوف قد ايه المهرجان بيتطور وبيكبر وبيبدا يدخل يعني مرحله انه بدا ياخد افلام دوليه، دي كانت مرحله قويه جدا ومهمه جدا للمهرجان. هنشوف 70 فيلم من 46 دوله مشاركه، عندنا يعني مجموعه من الافلام هتكون مميزه. عندنا السنه دي عندنا ورش، عندنا ورشة أستاذ خالد الحجر، ورشة صناعة الفيلم، عندنا ماستر كلاس للمخرج الكبير محمد ياسين، هيكون موجود معانا ورشة لصناعة الأفلام للأطفال، إزاي يصنعوا الفيلم بالموبايل. مبسوطة جدا إن أنا النهاردة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، مستمتعة جدا، دي تاني مرة. أنا قبل كده كنت عضو لجنة التحكيم، السنة دي جاية كضيف، ومستمتعة جدا إن أكون موجودة وسط ناس بتحب السينما بجد وأفلام مختلفة من أنحاء العالم. مستمتعة جدا.